السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ ازيكم؟ ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم أنا ميس أفضل أمان، صلاة السلام. معكم ميس أمان محمد. إن شاء الله كده ربنا يسلم الأمور. إن شاء الله أنا معلمة الدين بتاعتكم بإذن الله يا حبايبي، ربنا يجعلها إن شاء الله سنة جميلة عليكم كلكم إن شاء الله. ناس تدرسين الترم اللي فات؟ نعم، انا كنت في الترم اللي فات. طيب تمام، يا اهلا يا اهلا وسهلا بيكم، يا اهلا وسهلا بيكم، ربنا يا ولدي يوفقكم كلكم بخير يا رب. نعم يا مش فندم. هم خلوا مادة على ريمو وسما في مادة اسمها اسلاميك للغات لا، بدل الدين؟ الاسلامك حاجه غير غير الدين. انا دين عادي، دين اللغه العربي بتاعنا، لكن الاسلامك ايوه، لا، دي مش ماده تانية. الثاني اسلاميك ده للغات وده للعربي. مريم وسما لا يا حبيبي، لغات. حتى اللغات برضك بياخدوا العربي، هياخدوا الدين العربي. لا، الاسلامك دي ماده لوحدها. تمام. ماشي. طب الكتاب بتاعنا طبعا لسه ما نزلش للاسف، فاحنا ان شاء الله كده هن ايه، لكن كتاب السلاح التلميذ يعني، لكن انا دلوقتي ان شاء الله هفتح معاكم الكتاب PDF. أنا بيبقى تمام، خليكم معايا ثواني. ممكن حضرتك تكتشف بعد السيشن تبعتولنا على الجروب؟ ايوه طبعا، هبعته حالا، مش بعد السيشن، دلوقتي هبعته لكم على الجروبين بتوعكم دلوقتي ان شاء الله. فعلا انا بعت اهو حبايبي، افتحوا معايا الله يكرمكم. اللي انت بعتيه هو نفس اللي معايا. هو نفس اللي معاكي؟ طب تمام. معايا بس على خدنا الترم اللي فات كتير جدا من الحاجات، وكانت فيه أحكام كتير قوي عندنا، وللأسف إن كان في ولاد مننا ما كانوش بيهتموا بمادة التربية الدينية كمادة يعني أساسية، وكان الغالب الأعظم كله بيهتم بكل المواد التانية، الماس والساينس والعربي وكل ده، وكتير منكم كان يعني كان بيهمل الصراحة في الموضوع ده. أتمنى ما ينفعش يعني ولاد، إن كمادة دي أولا المادة دي بتعرفك دينك، تعرفك إزاي بتعبد ربنا. الترم اللي فات الصراحة كان ترم جميل جدا، فيه كانت أحكام رائعة جدا جدا جدا، وفي كمان كانت أحكام لأول مرة كنتوا تسمعوها، زي أحكام التيمم وإن زي مسح على الجورب، كل الحاجات دي بتساعد الإنسان في حياته وبتقيم العلاقة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. كمان اتعلمنا أحكام التجويد، وخدنا بأحكام التجويد الإدغام والإقلاب، وخدنا كمان الإخفاء، أحسنتم، وخدنا الإظهار الحلقي، وعرفنا إزاي مخارج الحروف وإزاي أخرج الحروف، وهم 5 مخارج مخارج الحروف، كل الكلمات الحاجات دي يعني، كان بجد كانت مادة من المواد الشيقة، ما كانتش مادة عادية جدا يعني. فأتمنى إن الترم ده إن شاء الله بإذن الله ان ربنا يكرمنا كده، ويعني نكون احسن. تمام، ونهتم بمادة دي يعني كمادة اساسية، واول باول نذاكرها. انا شغلي معاكم، انا ما بديش واجبات كتيرة في الاول عشان تعرفوا، ان انا عارفة ان انتوا عندكم كمية واجبات الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، يعني حدث ولا حرج، مش محتاجين واجبات كتير، مش كمان الدين، حتى كمان الدين هطلع عينكم فيه، لا حرام. لا، الواجبات كتير عليكم، انا عارفة مواد كتير، ربنا يعينكم.
هي ممكن سؤال او صفحه اكتر من كده ان شاء الله. لا بس بطلب منكم طلبه سنه خمسه، اول حاجه انا مثلا النهارده خدت الدرس بتاعي، ما ينفعش اجي الحصه الجايه مفيش واجب، او اقول يا جماعه هو فين الواجب، لا تيتشر تقول على واجب انا قلت مش هدي واجب كتير، يعني الواجب بتاعك لما هتقعد تحليه معايا مش هياخد معاك اكتر من 10 دقايق، يعني اليوم كله ما فيهوش 10 دقايق، تمام؟ يعني اعتقد لا. جميل. تاني حاجه لما اطلب منك مثلا تحفظ اي حاجه معايا ايا كان بقى، ايه حديث احكام معينه من حسب الدروس بتاعتنا لازم برضك نحفظها ونتاكد عليها وما نزعلش تشر امام مننا. ليه؟ عشان يا ولاد يعني اولا دي مادة قرانك، دي مادتك، ده دينك، ده اسلامك. ثانيا انت لما هتتعلم حاجه زي دي هتقدر تفيد بيها غيرك وهتقدر تعلم غيرك، وكل واحد بيقول للتاني عن اي حاجه بيتعلمها في دين الله سبحانه وتعالى ويقولها للاخر. يعني انا مثلا اعرف دلوقتي ان انا احكام حكم التيمم مثلا، لو انا ما كنتش مثلا لاقيه ميه ومحتار ازاي اصلي ومش عارف ان انا اصلي ازاي ومفيش ميه قدامي ومحتار ويا ربي اعمل ايه، لكن لو انا عارف حكم التيمم على طول هاجي على الصعيد طاهر، اي حاجه فيها تراب بس يكون تراب طاهر، وهضرب الضربتين زي ما اتعلمنا ضربتين كده اهوت على الصعيد الطاهر وانفض وامسح وشي، وضربتين كمان على الصعيد الطاهر وبعدين امسح ايدي. الطريقة دي عملت لي ايه؟ هيئتني للصلاة، خلاص انا كده جاهز للصلاة تيتش، مش محتاج ان انا لسه كمان هتعب وادور. كل الحاجات دي حبايب قلبي بيأكد لنا ايه؟ ان انت لما بتتعلم اي حاجة، نعم ثانية واحدة وجاية. على مهل، ان انت لما بتتعلم اي حاجة في دينك يا شباب الكلام ده كله بيساعدنا ان احنا نتطور، ان احنا اولا نعرف ديننا ازاي، وبنتطور على حسب الامكانيات اللي معانا. يعني مثلا حكم من الاحكام الزكاه، احنا زمان ما كانش الزكاه بتتقدر مثلا كده ايه، على كام جرام ذهب يطلع عليهم مش عارفه كام النصاب بتاعها قد ايه ويتحدد. دلوقتي انت وانت قاعد على الموبايل تك 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 خلاص بتعرف انت هتطلع كام زكاه، بتعلمك يعني ايه الفرق بين الفرض وبين السنه. يعني مثلا في احكام الوضوء، امتى لو انا نسيت حكم الوضوء يخليني ان انا الوضوء يروح او الوضوء كده يبطل، وايه الحكم او ايه الحاجه اللي انا ممكن لو نسيتها في الوضوء اكمل بيها عادي واصلي بيها وصلاتي ما تبطلش بعدها. عرفت عايزة يعني ايه اركان الوضوء حاجة وايه اساسياته وايه الحاجات المهمه وايه الحاجات السنن اللي لو انا نسيتها لا يبطل بها الوضوء. طيب مين يقول لي ايه هي اركان الوضوء؟ ها يلا شباب. أنا النية. عارفة أركان، أنا بقول أركان، أركان الوضوء. ها مين النية يفتكرهم كده؟ أول ها يلا. بعد كده النية تشر إن احنا نغسل بقنا 3 مرات. لا لا أنا عايزة الأركان، لا أركان الحاجات اللي أنا لو ما غسلتهاش في الوضوء الصلاة بتاعتي كلها تبطل. أنا عارفة يا مس، بس الوجه والكوع لا الشعر. الوجه مش الكوع بقى اللي هي اليد للمرفق. ها والركب شغيرين بسم الله ما شاء الله عليكي. بس أنا عارفة، قولي يا سام. ها مين تاني يعرف؟ بس الوجه والفم والأنف طب واحد وغسل واحد اليدين ثواني. إلى المرفقين، اه شوف وغسل خلاص الوجه عرفت والفم شوف خلاص والأنف وغسل عرفت اليدين كده إلى تعبانه. المرفقين ومسح ايوه الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. بس انا قلت انا كمان يا وش على فكره. قول قول يا عبد الله اتفضل يا ابني. ان هي غسل الوجه ثم ان احنا نغسل اليدين للمرفقين إلى المرفقين. ها ومسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. الله أكبر عليكم. ها يبقى أنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال إيه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دول كده 4 حاجات اسمهم أركان الوضوء. هو ده بس كده أركان الوضوء؟ في حاجات تانية مش موجودة في القرآن. ها بس السنة طبعا أكدتها. النية يا شباب، ما قلت النية النية لو يا ما مس، كانش في النية النية محلها القلب، أيوة نفس النية النية محلها القلب.
ان هي محلها القلب. احسنتم. لو ما كانش في نيه، ماشي. النيه ما كانتش مبيته، يعني مبيته ان انا داخل اتوضى، وانا داخل رايح اتوضى عشان اصلي، مش مجرد ان انا وقفت كده غسلت ايدي ووشي وايدي وشعري كده، اذا انا كده اعتبر جبت كل حاجات الوضوء خلاص بقى اصلي. لا، ما ينفع، ما ينفعش، يجب ان تكون هناك النيه عشان نقدر ايه نبدا الوضوء بيه. طيب ايه تاني كده؟ قلنا 5 حاجات، ال4 اركان اللي ربنا قال عليهم في القران، والركن الخامس اللي هو النيه. رقم 6، الموالاه. يا شباب، يعني ايه الموالاه كتاكيتي؟ ان يكون الوضوء متتابع، يعني ده ورا ده، ده ورا ده، ده ورا ده. ازاي يعني؟ ما ينفعش اغسل ايدي واغسل بقي واغسل وشي واطلع مثلا ماما بتقول لي خدي يا حبيبي كده حته مثلا مكرونه بشاميل اللي كلها، اروح واكل حاجتين مكرونه بشاميل داخل مكمل عادي الوضوء، مش مشكله. لا، ما ينفعش. ده كده غلط يا مستر. ايوه، لازم ان يكون ايه الوضوء فيه موالاه. يعني ايه موالاه حبايب قلبي؟ الموالاه اللي هي التتابع، يعني يكون الوضوء ورا بعضه، مش مثلا الانسان يبقى فيه مسافه بين الركن والركن. لا، لازم تكون ايه الاركان ورا بعضها، وخطوات الوضوء ورا بعضها. حلو قوي، اخذنا النيه وخدنا ال4 حاجات من الاركان، وخدنا كمان ايه الحمد لله الموالاه. طب كل دي كده اركان الوضوء. يا مس، وكمان في ركن مهم قوي، ايه هو؟ الترتيب. يجب ان تكون يعني ايه تيجي تتوضى يبقى في ترتيب، ما اغسلش رجلي الاول وبعدين امسح شعري وبعدين اغسل وشي وبعد كده ارجع اغسل ايديا. ايه ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ يجب ان يكون الترتيب. يبقى دلوقتي اللي انا قلته لكم ان انا عندي 7 اركان من اركان الوضوء. ها، مين اللي حفظهم يقولهم لي؟ انا بركز على الوضوء كويس جدا وهركز على اركان أنا الصلاه سنة عشان دي من اهم الحاجات اللي لازم نعرفها. اتفضل. أنا سنة يا مس هو انا هو في 2 سما أنا سنة فارس سما في اتصال أنا سنة عينة تمام. حاضر تأكيد. اخد اسماءكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سما ايه يا قلبي؟ سنة فارس سما فارس تمام. وسما ايه قلبي التانية؟ ها، أيمن سما ايمن، ده أيمن معانا من الترم اللي فات يا لولو. لك يا سمسم صباح الورد عليك يا عسل. راح يلا الفلام يلا، يا رأي يا كتكوتة. ها، يرى فاروق يا رأي فاروق، يا اهلا واهلا واهلا وسهلا كمان. وعبد الله، صح كده؟ مش ممكن حضرتك تقولي من أركان الترم اللي الثلاث فات. ها؟ بس ثواني يا شباب، معلش، ليه؟ يا ريت اللي داخل بأسماء يعني فيها أي كده حاجات يعني يكتب الاسم، أنا عايزة الاسم كامل، يعني زي ما كتب كده عبد الله، عبد الستار، سما، أيمن، عايزة الاسم كده كامل يا شباب، الله يكرمكم. عبد ماشي الله، يارا من الترم اللي فات، إيه يا حبيبي؟ أنا يارا من الترم اللي فات مش من الترم ده، يعني أخدت يمكن معاكم في الترم اللي فات. أهلا بيك يا يويو، إزيك يا عسل؟ عامل إيه يا صغنن؟ طيب الحمد لله. يلا بينا تاني، ربنا يجعلها سنة جميلة عليكم يا ولادي يا رب. يبقى سما فارس وسما أيمن وعبد الله عبد الستار ويارا فاروق. مريم، مريم إيه يا قلبي؟ شريف مريم شريف، يا أهلا وسهلا، ربنا يشرف الدنيا وآخرة يا بنتي يا رب. ملوكة، ملك إيه يا قلبي؟ ها، ألو، ملك محمد ملك محمد، يا اهلا وسهلا. وريم ايمن طبعا الكتكوت، اهلا بيك. تمام، يبقى انا عندي سما فارس، سما ايمن، يارا فاروق، عبد الله عبد الستار، مريم شريف، وملك محمد، وريم ايمن. مين ما اسمعش اسمه شباب؟ مفيش حد. تمام يلا. طيب انا عايزه افتح كده الكاميرات، يعني لو ينفع، لو تمام. ينفع يعني بس احنا يكون لو احسن عشان نقعد اشوف الناس الامارات المستخبيه كده ورا الكاميرات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو، الله عليك يا لوك، بسم الله ما شاء الله. ولا سمسم؟ ايوه كده، ايوه كده، ايوه الكاميرا مداريه الحاجات دي. ايوه انا الكاميرا ما بشوفش الحاجات دي ورا الكاميرا. ايوه انا عارفه. ها، بسم الله ما شاء الله، بس كده. ها، مفيش حد تاني ولا ايه؟ ايوه كده، اهو اهو،
ويارا القمر وعبد الله، صباح الخير عليك. صباح الخير يا سمسم، سمسم أيمن، صباح العسل صباح وريم، النور. صباح الفل عليكم كلكم يا ولادي، يا رب يجعلها سنة جميلة عليكم إن شاء الله بإذن الله. ها قلنا أركان الوضوء 7. طيب أركان الوضوء منها يا تيتشر؟ أنا قلت 1 النية، وبعدين الأربع أركان اللي ربنا قال عليها، المسح غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. دول تحفظوهم صم يا شباب، مهمين جدا. مش معلش يا شاطر تيتشر تاني كده. هقولهم تاني. 1 النية، أول حاجة النية. 2 لو عايزين تكتبوهم اكتبوهم يا شباب، يا ريت تتكتب كده في كراسة معاكم وعشان هو انا تحفظوه. بكتب 1 النية، 2 غسل الوجه. ثواني تمام، لو سمحت على بس. مهلك يا روح قلبي، على مهلك يا قلبي. كمان ان شاء الله باذن الله، باذن الله يعني أول حاجة النية. النية. وان شاء الله هديكم كمان احكام الصيام باذنك يا رب، يعني بعيد عن الدروس هعرفكم ازاي تصوموا شهر رمضان، شهر رمضان رمضان أصلا. خلاص هو جاي، هناخد أيوة احكام الصيام وايه اللي ايه الحاجات يوم عشرين المفطرات وايه يوم تسعة. اعمل ايه ولازم اعمل ايه، وكل حاجه ان شاء الله هندرسها باذن الله، يعني ده هيبقى بعيد كمان عن ايه عن الدروس بتاعتنا عشان نظبط كمان احكام الصيام ان شاء الله باذن الله مع بعض. ها قلنا صلاة رقم واحد 17 يوم رمضان يبدأ. أنا خلاص كده كتبت بالحلال، النية وغسل الوجه. النية وغسل الوجه، 2 غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق اللي هو الكوع لو أول عندك حاجة، كوع، أول حاجة النية بس، غسل الوجه وغسل النية اليدين. وبعدين غسل اليدين إلى المرفقين، بعدين بس غسل اليدين إلى المرفقين. مين هو ايه ده؟ دي أحكام الوضوء يا لولو، أو قصدي فرائض الوضوء، الحاجات المهمة في الوضوء. أول حاجة النية، الناس بتكتب بس عشان تحفظ عشان الحاجات دي مهمة جدا تعرفوها. مثلا حمزة طب الحمد لله، النية وبعدين قلنا غسل الوجه، 3 غسل فم اليدين إلى المرفقين، 4 مسح الرأس، 5 على مهلكم على مهلكم غسل الرجلين إلى الكعبين. غسل القدمين أو الرجلين إلى الكعبين، أحسنتم. وبعدين 6 الترتيب، 7 الموالاة. أيوة الترتيب في الوضوء وكمان الموالاة، إن يحصل إيه يكون في تتابع أثناء الوضوء زي ما وضحت، المولى والترتيب يا لولو الترتيب. دي كده اسمها ايه يا حبايب قلبي؟ دي كده اسمها الوضوء. اركان الوضوء. اسمها ايه؟ اركان. هل ينفع البيت يتبنى من غير ما يكون فيه ركن من الاركان؟ اكيد هيقع صح ولا غلط؟ ان اي ركن من الاركان مش موجود كده البيت هيقع. كذلك كده اي حاجة طالما قلنا اركان يعني الركن يضيع الوضوء. نعم يا روح، طب معلش، ممكن أنا كتبت اللي هو إن هي غسل الوجه غسل اليدين والمرفقين، ممكن تقول الباقي؟ أول واحدة إيه عندك؟ النية، وبعدين؟ غسل الوجه، وبعدين غسل اليدين والمرفقين. تمام، وبعدين مسح الرأس، مسح الرأس، وبعدين على مهلك غسل القدمين إلى الكعبين، غسل اليدين إلى الكعبين، رجلين أو القدمين إلى الكعبين، وبعدين الموالاة والترتيب. كده عرفنا حكم من أحكام الوضوء إن شاء الله بإذن الله. كده إيه واحدة واحدة هنتعرف على باقي الأحكام. فاضل معايا بقى أحكام الصلاة. الصلاة عشان أنا أصلي يا شباب أنا لازم برضك كمان أعرف إيه الأركان بتاعتي، أركان الصلاة، وأعرف إيه سنن الصلاة.
الحاجات دي معلش النهارده انا عايزه اكد عليها قبل ما ابدا في المنهج بتاعي. اركان الصلاه، واحد برضك النيه، لازم يكون في عندي نيه. اتنين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مروان، ايوه، ازيك انت يا مروان؟ تتكلم عن عامل ايه؟ ايه عقلية. الاخبار؟ كويس الحمد لله، مروان ايه يا الصلاة حبيبي؟ والسلام. دخلت مروان ايه يا اسمه قلبي؟ مروان احمد رمضان. مروان احمد. تمام يا سيدي. نعم يا مروان، عاوز ايه يا قلبي؟ مش احنا هناخد حصة الدين؟ ايوه انا حاسه الدين يا لولو، انا ميس امال معاك. صباح النور عليك يا حبيبي. يلا نتابع. بعد كده قلنا من احكام الصلاه او اركان الصلاه، قلنا النيه دي اول حاجه. اتنين، تكبيره الاحرام. يعني ايه تكبيره الاحرام؟ هي قراءة اللي هي الفاتحة. اول واحده خالص، اللي هي الله اكبر، اول تكبيره. هل ينفع اقول الحمد لله رب العالمين ادخل في الصلاه من غير ما اقول تكبيره الاحرام؟ لا لا يجوز. يوصل عارف التالتة ايه؟ ايه هي التالتة؟ عليها قراءة الله الفاتحة الفاتحة في كل ركعة. ايه حبيبي؟ قراءة الفاتحة في كل ركعة بس. احسنت، برضك قراءة الفاتحة في كل ركعة إذا سورة الفاتحة ما قرأتش في الصلاة تبطل الصلاة، تبطل والسورة الصلاة. اللي بس في بعض قرأتها الأئمة، ما أنا بقول لك في بعض الأئمة قالوا إن ممكن ولو جزء بسيط من الآيات، يعني فرضا أنا نسيت الفاتحة وقرأت قل هو الله أحد. في ثلاثة من الأئمة قالوا يجب إن الفاتحة دي من الأساسيات، يعني دي من أساسيات الصلاة، اللي ينساها ما تبطل الركعة، الركعة نفسها تبطل، فيجب إن هو يجيب ركعة تانية لو نساها. وفي بعض الأئمة قالوا لو حتى بجزء يسير من الآيات، لو افتكر حتى قل هو الله أحد أو أي آيات بسيطة يجوز، مهم إن هو قرأ من القرآن. طب نعمل إحنا إيه يا مس؟ ناخد برأي مين؟ ناخد بالأحوط. يعني إيه الأحوط؟ ان احنا ما ننساش الفاتحة. عايزة يبقى كده أقول الفاتحة يجب ان احنا نصليها في كل ايه؟ في كل ركعة، نقرا بيها في كل ركعة. جميل. والسور اللي احنا وخدوا بنقرأها بعد بالكم، سورة وخدوا بالكم من حاجة يا شباب، ان الفاتحة ما بتبدأش بالحمد لله رب العالمين، الفاتحة بتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. لو فتحنا مصحف، لو جنبكم مصحف من المصاحف، هتلاقي ان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة مكتوب جنبها رقم واحد. انتوا متخيلين؟ يعني ايه يا ميس؟ يعني ان بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة دي آية، فما ينفعش ادخل في الصلاة اقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طب يا ميس، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام في المسجد أول ما بيبدأ بنسمع منه كلمة الحمد لله رب العالمين، ما بيقولش بسم الله الرحمن الرحيم، لا من قالك؟ بيقولها أول ما بيقول تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، بعدين يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يجب أقول إن أنا بسم الله الرحمن الرحيم. طب لو ما قلتهاش يبقى أنا قريت سورة الفاتحة ناقص. فخدوا بالكم من الحاجات دي. تمام. بعد كده بعد ما بنكمل أركنا قرأنا الفاتحة وسورة صغيرة، بنبدأ التكبيرة بعد كده، بنقول سبحان ربي العظيم. طب لو أنا نسيت أقول سبحان ربي العظيم، قلت سبحان الله مثلا، ذكرت ربنا بأي ذكر، لا إله إلا الله أو الله أكبر أو سبحان الله رب العرش العظيم، هل تبطل الصلاة؟ لا لا لا، لأن التسابيح مش من الأركان. أمال إيه هي الأركان؟ واحد قلنا النية، اتنين تكبيرة الإحرام واستقراء سورة الفاتحة، ثلاثة قراءة الركوع الفاتحة. نفسه. الركوع نفسه ده هو الفرض، إنما التسبيح ده سنة. خدوا بالكم من الترتيب، الركوع نفسه إن أنا أركع بالطريقة الصح ده هو الفرض، إنما اللهم صل على محمد، إنما التسبيح هو ده اللي سنة. بس طبعا لازم أسبح، مسبحش. بعد كده ارفع نفسي، اقف تاني كده من الركوع واقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والارض بما بينهما، ملء ما شئت من شيء بعد،
أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أهل الثناء والمجد. أحاديث كتيرة وأدعية كتيرة جدا تقال في الرفع من الركوع. طيب لو أنا رفعت رفعة صغيرة ونزلت على طول، ما وقفتش، ما ثبت، ما رجعتش ظهري لورا للآخر، تبطل الصلاة. طب ليه؟ لأن أنا ما أعطيتش الركوع حقه. والصلاة يا أولاد يجب إن أنت تعطي كل ركن حقه، ما ينفعش ركن من الأركان ما اديهاش حقها. رفعت ناس إن الركوع، الرفع من الركوع من أركان الصلاة. يعني أنا لو قلت سبحان ربي العظيم ونزلت على الأرض على طول قلت سبحان ربي الأعلى من غير ما أرفع نفسي، بطلت الركعة. الرفع من الركوع ده من الأركان. كمان أكبر وأنزل بقى السجود، والسجود ده من الأركان. طب التسبيح في السجود؟ لا، من السنن. الرفع من السجدة وأقعد بين السجدة دي والسجدة دي والرب اغفر لي رب اغفر لي. الجلوس نفسه بين السجدتين ده ركن. التسبيح وقول رب اغفر لي ده سنة. خدوا بالكم من ايه وايه؟ ان شكل الصلاة العام ان انا اقف اقرا الفاتحة، اركع، ارفع نفسي من الركوع، انزل اسجد، اقعد، انزل اسجد تاني، واقعد واقول التشهد، وقعدة التشهد مهمة. في طبعا اكتر من قعدة للتشهد، في قعدة اللي هي التورك، وفي قعدة تانية هو الافتراش، على حسب ما تعرف تقعد اقعد. بس طبعا السنن ان انت تاخد بالسنة دي تكون افضل طبعا. بعد كده كتاكيت التسليم. يعني ايه يا مس؟ يعني انا لما نسيت اسلم قلت التشهد وقمت على طول، بطلت الصلاة. فالتسليم برضك ان انا اقول السلام عليكم من الاركان. بس خد بالك، التسليمة الاولى هي لركن، انما التسليمة التانية هي اللي سنة. يعني اول ما اسلم اقول السلام عليكم ورحمة الله، ليه على اليمين دي؟ دي الفرض. ارجع اكرر الناحية التانية، السلام عليكم ورحمة الله، دي السنة. فهمتم كده ترتيب الصلاة ازاي؟ عرفتم ايه الاركان وايه السنن؟ انا كان يعني ان انا كنت بأكد على الموضوع دوت، عشان بجد الوضوء والصلاة طبعا دي اهم حاجة عندنا في حياتنا كلها، يا عشان مس كده انا انا ركزت عليه. برضه نعم، لسه ما فهمتش ايه هي السنة. ايه هي يا روح؟ انا بقول انا لسه ما فهمتش ايه هي السنة. يعني ايه سنة ولا السنة في الوضوء والصلاة الاتنين؟ مش فاهمة قصدك، وضح السؤال يا لولو الاثنين عشان انت داخل متأخر يا مروان. بص يا سيدي، هقولها بسرعة عشان بس زمايلك، عشان نبدأ بإذن الله كده، نبدأ في الدروس الجديدة. الأركان الوضوء اللي هي 4 حاجات ربنا قال عليها: أغسل وشي، وأغسل إيدي للمرفق لغاية الكوع، وأغسل أمسح رأسي وقدمي، ومعاهم 4 3 تانيين: النية والموالاة، إن أنا يكون ورا بعضه ما يكونش فيه فاصل بين ده وبين ده، والترتيب. ده كده الوضوء. طب أركان الصلاة، شكل الصلاة العام كله ده أركان الصلاة. التسابيح بقى وسط كل حاجة والتانية دي اللي هي السنن. التسليمة الأولى ركن، التسليمة التانية سنة. كده أنا حاولت أجمع لك إيه كله على قد ما أقدر، والحصة مسجلة ورجعوا لها إن شاء الله بإذن الله. طب يا تيتشر، نعم، حضرتك في أركان السنة بس بأساميهم عشان أكتبهم؟ أركان الصلاة بأساميهم، حاضر هكتبها لكم. طيب هبعتها لكم على الجروب إن شاء الله. أنا كتبت النية وتكبيرة الإحرام. لا ده لسه كتير. هجمعها لك. حاضر، عينيا يا لولو، عينيا يا سمسم. عندي بقى هنا طبعا كلنا معانا، انا بعت على الجروب اللي قدامي ده، التربيه الدينيه الاسلاميه ده مؤقتا لغايه ما ينزل كتاب سلاح التلميذ ان شاء الله. نعم، هو نفسه بتوع بس مش بتطلع من بسم الله الرحمن الرحيم. ايه سورة توبة يا بس لا مش بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى لم يبدأ السورة دي بسم الله الرحمن الرحيم، لأن عشان بيقول إن ذكر السورة فيها اللي قبلها، الشياطين. بيقول إن السورة اللي قبلها اسمها التوبة الصغرى. السورة اللي قبلها على طول بيقول عليها إن هي سورة التوبة الصغرى. يعني باقي أكن دي السورتين دول ورا بعض، أكن السورتين دول سورة واحدة، واتقسموا دي بسورة دي سورة. وده حكم الله سبحانه وتعالى. لكن في سورة مثلا موجود فيها 2 بسم الله الرحمن الرحيم، حد يعرفها؟ لا يعني لا احنا بنسمي في اولها وبنسمي في نصها، مين يعرف السورة دي؟
هقولها لكم بسرعة. سورة النملة يا شباب، سورة النملة من السور اللي أولها بسم الله الرحمن الرحيم بنسمي عادي، وكمان فيه في نصها وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم برضك، دي من كلمة يعني جاية كآية كاملة في سورة ليه تقعدي في النملة. أفكار ده كتبت التاني مش التاني الأول؟ ايه يا قلبي؟ هو انتي حضرتك متأكدة ان ده التاني مش الأول؟ اكتب الترم التاني، اكتب المحور التالت. اهو يا بنتي اهو بقيت بس الدرس. الدراسة التاني الترم التاني. يلا نكمل. السنة النبوية الشريفة معناها وكيفية تطبيقها. أرشدنا الله تعالى عز وجل إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة، فقال ربنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يعني الذي يتبع هدى الله لا يضل ولا يشقى. ملك في حاجة في الكاميرا عندك، اقفليها. تمام. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يعني الذي يتبع منهج الله سبحانه وتعالى وتعاليم الله سبحانه وتعالى فلا يضل ولا يشقى. واتباع هدى الله عز وجل عن طريق فهم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفع إن أنا أهتم بالقرآن وأترك السنة، أو أمسك السنة وأهتم بالقرآن. لا، أنا يجب علينا أن نهتم بالاتنين مع بعض متوازيين، القرآن والسنة، لأن في بعض الأحكام نزلت في القرآن بتتضح في السنة، زي ربنا ما قال إيه؟ وأقيموا الصلاة. ربنا ما قالش الصلاة إزاي؟ أقف وأركع وأسجد وأسلم إزاي ورا التشهد والكلام ده كله. السنة هي اللي وضحتها. فإحنا بناخد ديننا من الاتنين، من القرآن والإيه؟ والسنة. وامتثال أوامرهما، يعني إيه؟ إن أنا أتبع الأوامر، الامتثال هو الاتباع. وفيهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. أو في وردك حديث تاني: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يعني في الحديث ده، في الحديث اللي أنا قلته اللي هو التاني، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وده موجود في موطأ مالك، ده من ضمن الكتب اللي تضم كتير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر في القرآن الكريم بأن نأخذ ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني ما جاءنا رسول صلى الله عليه وسلم من الآيات نأخذه. يعني إيه نأخذه؟ يعني نتبعه ونتمسك به، وما نهانا عنه نبتعد عنه ونتركه. طب إيه علاقة القرآن بالسنة النبوية الشريفة؟ لكي نفهم ما في القرآن الكريم من معاني ونستطيع تطبيقها في حياتنا، أرسل لنا ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتبين للناس بشكل عملي ما جاء في القرآن الكريم. يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل سيدنا محمد وأنزله أو أرسل إليه حتى يعرفنا ما جاء في القرآن الكريم من أحكام وأوامر وأخلاق ونواهن. نواهن دي جمع كلمة نهي، يعني أكتر من إيه؟ ما تعملش ده، ما تعملش ده. فمثلا جاء في القرآن الكريم الأمر بالصلوات المفروضة في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، زي ما قلت لكم من شوية. لكن القرآن الكريم لم يفسر أداء هذه الصلوات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضح كيف نؤديها. النبي صلى الله عليه وسلم وضح إزاي نؤدي الصلاة بصورة عملية، وفي قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اقرأها بالتجويد: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم
وكان فضل الله عليك عظيما. يعني ربنا أنزل علينا الكتاب والحكمة وعلمنا ما لم نكن نعلم، فكان فضل الله علينا عظيما. سبحانه، الحمد لله رب العالمين. الواحد لازم يحمد ربنا على نعمة الإسلام، الحمد لله وكفى بها نعمة. بعد كده تأكيد لمنزلة السنة. فالكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة النبوية، وكل من الكتاب والقرآن هما وحي من عند الله. يعني ايه يا مس؟ يعني ما تقولش مثلا القرآن ده كلام الله والأحاديث، لا يا ابني، في ايه؟ هو اللي ربنا نزله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد، أوحى إليه به بردك، ده من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن هو كل حاجة كان بيعملها صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كل شيء تقرير، يعني هو أقر حد مثلا عمل حاجة قال له تمام أنت عملت صح. كل حاجة كان دي وحي من عند الله يا شباب، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. السنة النبوية الشريفة، تطلق كلمة السنة النبوية الشريفة على كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت من شوية، من قول أو فعل أو تقرير. وعندي كلمة تقرير دي يا شباب، هنقول إن هي أي شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم، حد من الصحابة عمل مثلا حاجة وأقره. يعني مثلا أحكي قصة جميلة جدا. كان في مجموعة من المسلمين راحوا بلد، البلد دي استضافوها فلم يستضيفوهم. يعني ايه؟ راحوا قالوا يا جماعة احنا جايين من بلد بعيدة، ولو سمحتم احنا عايزين حد يستضيفنا، يعني يقدم لنا بقى اكل وشرب، او مثلا يديهم لقمة، جايين من بلد بعيدة معهمش فلوس. اهل البلد دي ما رضوش يستضيفوهم، ما سمعوا، يعني ايه؟ قالوا لهم لا مش هنأكلكم ولا شربكم. طبعا الصحابة دول قعدوا على جنب وزعلوا قوي، معهمش اكل، جعانين، في نفس الوقت مفيش حد في البلد كريم فيهم، مفيش حد. فسمعوا ان رئيس البلد دي لدغته حاجه، يعني دبه من الدواب، يا عقرب يا تعبان، المهم، ومش عارفين يوصلوا له الحل، مش عارفين، الاطباء عاملين يحاولوا يعالجوه، مش عارفين يعالجوه. فجاء واحد من الصحابه دول قال لهم انا عندي العلاج. طبعا قالوا ازاي؟ طب تعالى. طب لا انتوا اساسا ما استضفتوناش، احنا كنا جايين بنقول لكم استضيفونا وما رضيتوش تستضيفونا. قال له طب خلاص تعالى بس وشوف كده هل هتقدر صح تعالج الرئيس بتاعنا ولا لا. راح الصحابي ده ودخل على ايه الملك، وعرف المكان اللي فيه اللسعة او المكان اللي فيه المرض يعني، وقرأ بسورة الفاتحة، رآه بسورة الفاتحة. بعد كده خف، شفاه ربنا. واستغربوا، انت ازاي عملت كده؟ ايه احنا ده احنا قلنا عطينا ادوية وعملنا عمايل ولا في حاجة عايزة اصلا تنفع. عرف واقر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم اقر ده، يعني ايه؟ حكوله اللي حصل، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. وكانت سورة الفاتحة سميت بعد كده بالشافية، عشان كده نعمل ايه من السنة النبوية اللي هي من السنة المهجورة، ان لما يكون الانسان عنده اي حاجة وجع بطنك وجعاكي راسك وجعاكي، من السنن النبوية قراءة سورة الفاتحة على مكان الموضع اللي انت تعبانة فيه، والتسمية 3 مرات، وان شاء الله يزول الألم، بس طبعا بالاخذ بالاسباب اللي هو ناخد ايه العلاج بتاعنا. طيب قبل ما اكمل، اللينك بتاعنا هيفصل دلوقتي، كلنا هندخل على نفس اللينك، نفس اللينك هو بس بسرعة، محدش يتأخر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.